بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى الأحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده سنشكر المتابعين القدام مجدد والناس اللي تيحطوا لنا تعليقات وتحطوا لي لايك لنا طاقه ايجابيه تنتمنى لهم يكون معهم حظ سعيد ان شاء الله ويسخر لهم جنود السماوات والارض يكون لهم عون معين هذه دعاء من القلب الى القلب الشافيه المغربيه ديما معكم وديما غادي نحط لكم مواصفات الايجابيه ديال الشافيه المغربيه اللي تحتاجكم دائما وتتبغي الدعم ديالكم اذا احبابي صلوا كاملين على سيد الخلق اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد لان الله سبحانه وتعالى تيسخر لك جنود السماوات والارض بالصلاة على الحبيب إذا أحبابي هاد الوصفة غتوسخي كلشي الولاد ديالك كلهم يتوسخو كاع الوليدات ديالك الزوج ديالك الوليد اللي بعيد البنيه اللي بعيده عندك طاقه سلبيه أنتي انت غادي تحطي التمره ديالك وغادي نعطيكم واحد الفائده اللي غادي تبقاو انكم دائما تشكروني عليها ولو إذن الفائدة غادي تبقاو تفكروني عليها إن شاء الله إذا بغيت نبطل الصغير والكبير بغيت نبطل عدنا سحر في البيت عدنا طاقة سلبية في البيت عدنا مشاكل عدنا أمراض في البيت عدنا قلة المال عدنا مشاكل دائما لا تحصى عندي بنت بغيت نزوجها بغيت ولد نزوجه بغيت ولدي يخدم قرأ وما يخدمش بغيت أنني نبطل اذا عندي طاقه ايجابيه ان شاء الله بحول الله نقدر نبطل يوم السبت نقدر نبطل يوم الجمعه نقدر نبطل في اي يوم آه اليوم غادي نطردو التابعه والعين والحسد لموقفة حال الوليدات وحال آه الام وحال اي شخص آه عندي في البيت مريض دائما تحس بعضامه تحس بتوقف في الكتفين تحس بالتفواه، تحس براسو بانه ما قادر يدير حتى حاجه البنت ديما حاسه بالعياء دائما عندي بنتي او ولدي دائما تحس براسو مدقدق ولكن غادي نحاول نعالج الامور بطريقه ان شاء الله اللي غادي تبطل ليا القديم والجديد توصيخه ربانيه توصيخة اللي غادي تعطيك إن شاء الله إشعار بالراحة البدنية تنزل راحة في البيت وتعطيك طاقة إيجابية بحول الله وقوته بغينا نكونوا إيجابيين بغينا إن شاء الله نحصل على طاقة إيجابية أولا غادي شو عند العطار تأخدو واحد خمس دراهم آه غادي تأخدو مكونات ساهلين مهلين غادي تأخدو الكروية حيت الناس عدنا الحلبة السانوج ثلاث تلات, تلات مكونات الكروية السانوج السانوج هو حبة 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 البركة حبة البركة وعندنا الكروية هذه راه الكروية بحالها بحال النافع وراه هي الكروية اذا الكروية رائعة واكثر من رائعة حاولوا انكم الكروية تبخوها وتشربوها وتعوموا بها زال في طرد الموانع اللي عنده موانع اللي عنده مشاكل بخصوص المرأة اللي ما تجيبش أولاد تبخها وتقرأ عليها صورة مريم وتشربها وتغتسل بها وتوضى بها على طريق الغسل تغسل الجهاز التناسلي ديالها لكان عارض ولكن أي حاجة تحاول المرأة اللي ما تجيبش أولاد تبطل بها دائما الكروية الحلبة الحلبة جيدة لفسخ جميع التوابع ديال السحر عندي ولدي بعيد عليا ولكن ما حاضرش غادي نحطو حتى هو نحط تمرة ديالو اذا غادي نجيب ورقة بيضاء بدون سطور غادي نجيب ورقة بيضاء بدون سطور غادي نوضعها نكتب الاسم ديال الشخص اللي بغيتو إن لي بغيتو النبطلي يكون بعيد ولا قريب البنت ما بغاتش تبطل ليا او ما بغاتش تبخر ليا تضرها الريحه او ما تتبغيش توسخ اذا غادي اشنو خاصني ندير خاصني بحول الله وقوته نهز هاد التمرات نحلهم النوى دائما تنحافظوا عليه لان النوى تنبطلوا به حويج خرين غادي نحط معلقه كبيره ديال الحلبه معلقه ديال الكرويه معلقه ديال السانوج غادي نعمر بها هاد الطميرات عندي ولدي بعيد غادي نحط الاسم ديالو ورقة ونعمر الطميره ديالو عندي بنتي آه بدون زواج نكتب لها اللهم سخر لها الزواج ان كان مريض اللهم شافيه وعافيه ان كان قله المال اللهم سخر لنا مال وطرد عنا التوابع ان كان عين عند شخص يتفوه بزاف غادي ان شاء الله تكتبي اللهم اطرد عنه العين والتابعه اذا الورقه تكتبي فيها اللي بغيتي وتكتبي الحاجه اللي بغيتي احنا هنا باش نعطيو اشارات لحبابنا باش يفسخوا عليهم الاسحار والمشاكل والتوابع هذه الوصفه فسخ في اي يوم ولكن مع الظهر مع اذان الظهر اذا لما ما بخرتيش مع الظهر اما في الصبح اما مع العصر الناس اللي ما عندهمش وقت من مورا العشاء من مورا العشاء اذا انا عطيتكم الاوقات اللي غادي تبطلوا اول حاجه المراه اللي بغات ولادها كاملين يحضروا هنايا في التمر ويكونوا يكونوا او ما يكونوش الاسماء ديالهم كاينين الا كانوا في خير وبركه غيلبسوا ملابس فضفاضه ويتبخروا ولو يتبخروا مجموعين مهم وخيشم غير ريحه مهم ولدي يتبخر باش يقرا ويتزوج ويحس بانه خفاف من شي حوايج اذا احبابي هذه الوصفه من اخطر الوصفات اللي غادي نحط لكم لانهم رائعين واكثر من رائعين اذا الوصفه ديالي اليوم تقدري ديريها مره في الاسبوع إذا حسيتي بالراحه وحسيتي بانك حاسه براسك بانك بخير وعلى خير غادي ان شاء الله اه هانتوما زوينه هاد التميره لانها غادي تفسخ لك القديم والجديد حاولي انك تحطي غير آه تحاولي انك تحطي غير آه الاسم وتحطي المشكلة المشكل اللي عند الشخص وغادي ان شاء الله يكون عندكم فرج قريب وتكونوا ان شاء الله عندكم اماني حاولوا ديروها بالنيه الصادقه والله المستعان على كل الامور لانها وصفه لغادي تمنع لك العين والحسد والتابعة وكل الأمور اللي متعلقة بهذه الحياة اللي ولات كلها كل حسد وكلها عين وكلها تابعة إذا إذا بالتحصين آية الكرسي دائما نقرأها على آية على كأس الماء نقرأ آية الكرسي على كأس الماء ونشرب ونشرب ونرش الملابس إذا إلى درني الحال أو شافية شي واحد بشوفها ناقصة او حسيت بانه غادي يصيبني بالعين غادي نذكر اسم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا منيع يا, يا حفيظ الله غيحفظك يا منيع غادي يمنع عليك هذيك العين الحاقده وغادي نديرو الطريقه ديال يا حفيظ يا حفيظ وتم يا منيع باش نعاكس هذاك الطاقه السلبيه ديالو نعاكس عليه أحبابي. اذا احبابي الى عجبتكم الصيغه خليو لنا لايك دعموا القناه تفعلوا الجرس ابونا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته